وأخيرا صار في موقع بيستخرج النص من الفيديو أو ملفات الصوت مجانا وبسهولة كبيرة. إذا كنت طالب أو صانع محتوى فأكيد رح تستفاد من موقع freesubtitles.ai، إن كان لتعمل ملخصات من تسجيلات الدروس والمحاضرات أو لتأخذ النص جاهز وتضيفه على فيديوهاتك على السوشيال ميديا، وحتى ممكن يترجم لك هالنص لأكثر من لغة ليوصل محتواك لأشخاص أكثر. الموقع كتير سهل، فبس بيتطلب منك تزويده بالفيديو أو الصوت يلي بدك تستخرج منه النص وتحدد له اللغة يلي بدك إياها، وأكيد اللغة العربية موجودة. والنسخة المجانية الموجودة بخطة الموقع كافية جداً، فبتسمح لك بتحميل ملفات بحجم 300 ميجا بايت بمدة ساعة كاملة، ورح تقدر تعمل داونلود للنص المستخرج بصيغة SRT Text أو VTT. نحن جربنا freesubtitles.ai وهي كانت النتيجة. بالبداية اخترنا ملف الصوت يلي بدنا نختبر موقع Free Subtitles عليه. بعدها رح نروح على موقع freesubtitles.ai ورح نحدد اللغة العربية ونحن محددينها من قبل. نعمل تحميل للملف ورح ننتظر 49 ثانية. وبس انتهت هالمدة بصير النص جاهز. أربع طرق تجعل حاسوبك يعمل بشكل أسرع. أولاً، وضع الطاقة الأفضل. يمكن أن يؤدي اختيار وضع الطاقة الخاطئ إلى تقليل جودة الأداء. وأخيراً عملنا له داونلود بصيغة تكست.